زعلان والله، زعلان على الواد منصف والله. ليه؟ شيماء. مالها؟ شيماء هتتجوز النهارده. يا عم احسن خليها تتجوز. تتجوز ايه بس؟ ده منصف روحه فيها يا صبري. يا راجل هو ده شكل حد يبص له؟ هو مال ولا جمال؟ يا عم بس ابن حلال. ابن حلال والنبي اسكت، ما تخليش اتكلم في الاعراض. اعراض؟ اه. لا اتكلم يا صبري. منصف ده لقوه في حته كده لونها احمر ومرمي كده على جنب قدام اللوكان. طب اسكت بقى، ما تتكلمش بقى، ما تجيبش سيره ده بقى قدام. عايز اتكلم في الاعراض والله. يا عم اسكت بقى يا عم، والله راجل، والله راجل وجدع. لو انت عندك اخت اتجوزها له. اجوزها له؟ مش راجل. انت لو عندك اخت اتجوزها له. انا وقتها قبل ما اجوزها له. ليه بس كده يا صبري؟ راجل صلى على النبي. والله ابن حلال وصعب. شيماء. شيماء. شيماء بتتجوز يا اصحابي. معلش. شيماء بتتجوز. معلش معلش. وعمي ركب لها 3 لقمه محروقين. معلش. ده صرفين على الفرح. معلش. سامع انه جايب ازازه حاجه ساعه حجم عائلي ومصبها في كوبايات. لا مش للدرجه دي يا جدعان. هتتجوز عليا ليه؟ هو انا وحش؟ اه. ايه؟ قطع لسانك. وحش ايه؟ ايه ده؟ جمال وجمال ده. الله يخليك يا صبري، انت اللي دايما واقف جنبي. اه والله والله لو عندي اختي لاجوزها لك. والاعراض؟ اعراض ايه دي؟ كانت اعراض برد خلاص الحمد لله خفيت. كداب والله. كداب ايه يا جماعه؟ يا جماعه نسوني موضوع ان شيماء هتتجوز. انا عايز انسى. انتوا اصحابي يقفوا جنبي. ليك عندي حاجه تسيك اسمك. بجد والله. اه اوعى تكون حاجه كده ولا كده. اسكت بقى خلاص. صبري صبري بلاش يا صبري، السكه دي اخرتها وحشه قوي يا منصف. لا لا انا هشرب بقى، انا عايز انسى. هو هيفضل لحد امتى عيل توتو ده؟ فرفور هيشرب وهينبسط وهينسى شيماء واسماء. ايوه ايوه انا عايز دي او جايلك. بقول لك يا منصف، ما دام بقى انت ناوي تشرب توت صغير. ايه توت ده؟ يعني بق صغير بس بتدلعه يعني. ايوه يا ابني نشرب اهو 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 الشغل اهو 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 اهو. ايه ده؟ يلا بقى. ايه ده؟ احلى حاجه تفطر الصبح، دي حاجه صحيه. ماشي. آه. ايه علاقه ده بالنسيان؟ اشرب. آه. اشرب بس. آه. خفيف وتوتو ما يعرفش اللي هنا ايه. ايه اللي هنا ايه؟ ما هو شاي يا جدعان. زي ما قلت لك توت. ها. اه ده براد بس اللي جوه. مش يا ابني ليه يعني؟ انا فهمت ده براد بس اللي جوه. شاي والمصحف اللي جوه شاي. ايوه هنسى ليه؟ شاي العروسه يعني؟ فينسيني العروسه؟ ما اكيد في حكمه من مش انت عايز تنسى شيماء؟ هنسى بالشاي. اشرب. انا هنسيك شيماء زي ما قلت لك واسماء، بس اشرب وبالراحه. أيوة. ماشي يا عم. سبلنا معاه. ايه؟ سبلنا معاه. سبلنا سبلنا غص معاه. ليه يا ابني؟ اللي وانت جالي هو ده. اشرب يا منصف. تشيز. تشيز. اه مع الشاي حته تشيز وبطيخه. يا يا جدع. ايه في ايه يا ابني؟ شاي والله. ايه 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 مالك؟ الطفل مش قادر. يا جماعه شاي. اشرب على بق واحد. هتشرب لي توت في توت؟ انت عيل فرفور. يعني ده هينسيني ده؟ على بق واحد. ها ايه رايك؟ الا ها شاي. ايه ده؟ وصل. انا شفته بيرقص. لا انا قاعد عادي بجد والله. ده دماغه مروقه. ده الشاي ده. بقول لك ايه، انا فهمت دماغي الشاي ده. يا ابني انت حاطط عليه ايه؟ حاطط عليه ايه؟ ما تقولوش كده هتخرب بيتي. ايه؟ لا قول لي. حاطط عليه سكر. اه ايه ده؟ عادي عادي حط سكر والله. لا 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 انا هعلي بقى الشاي ده. عايز ايه يا معلم؟ عايز ازاي؟ اهو افهم بقى. شاي يبقى بقسماط يا ابن اللعيبه. ده انت بقيت ابن كار. لا 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 ده كده على الدم على طول. سمسم بيجري في عروق يا صاحبي. ودوني اي فرن يا جدعان. ده الشاي بيستر. عايز التعليه الصح؟ اه نعناع. ايه في ايه يا جماعه؟ انتوا مكبرين الدنيا على براد. انا عايز اجرب الدماغ اللي انت عملتها دي. عايز دي؟ آه. بس كيف بيزن. آه. آه. لف. لا لا سيبها لي انا هاخدها بعدين. طب مش عشاني، عشان الناس تنبسط. يا عم لا هو انا شكه. انا هتعامل فيها بعدين. والله يا جماعه انا ده شاي والله. احلى قعده والله قعدتنا احنا الأربعة دي. ايوه ايوه صح الأربعة. إلا ايوه صح. أربعة من إيه؟ أنا ومنصف وهدهد وصبري. أربعة. إيه ده صح أربعة؟ أربعة. لا يا عم مش أربعة. لا ليه؟ خمسة. إزاي؟ أنا وأنت وصبري وهدهد ومنصف.
لا احنا ستة بقى. لا ازاي بقى؟ انا وانت وهو وهدهد ومنصف وصبري. يا ابن لما انا في العمق معاكم انتوا مع متخلفين. إيه انا افتكرت شيماء اكتر، انا عايز انسى يا جدعان. طب نعمل لك ايه؟ طيب اعمل لك ايه؟ يعني مش عارفين تفشكلوا لي الفرح؟ ابسطوني. طب خلاص انا هعزف لك. انت هتعزف؟ بلبس الدبانه اللي انت لابسها. ايوه ماشي اعزف. خليك تنسى شيماء. ايوه عزف حزيني كده. عيب عليك. والنبي يا ما عزفها على بعض. ما هي مقطوعة، عزفها ازاي على بعض؟ مقطوعة. ايوه ملهاش اهل يعني. هو ده اللي هينسيني وهو ده العزف. اقول لك ايه طيب، انا انا بتضايق اكتر لما بقف معاكم. انا نفسي اساعدك والله، بس ساعدني. انت انا مش كنت بتغني زمان؟ بس طب انا بغني لي حاجة حلوة. بغني شعبي. لا شعبي، غني لي حاجة للهضبة. عمرو دياب. ايوه انا الهضبة بينسيني. لا انسى عمرو دياب، انا غني الليسي. اتصرف بقى يا صبري بقى. طب اتصرف والنبي. اتصرف اتصرف. لا 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 يوم تلات بنات ندهولي. عمرو بس بالليسي يعني. اتصرف بقى. جابها بالليسي. يوم تلات ما قالش اربع ولا خميس، تلات بنات ندهولي. ايوه ايه اللي، ما احنا عارفين انه ما قالش اربع ولا خميس. هو حد شكك في الهضبه؟ هو بيتحقق معاه في النيابه في الاغنيه دي؟ لا لا، قالوا له انت قلت تلات ولا ما هو ما عارفين انه قال تلات. ما هي الاغنيه دي اسمها اللحن التشكيكي، لازم نشك في بعضينا. ليه لازم؟ هي جريمه قتل دي اغنيه. ايوه صح. غني على طول. يوم تلات بنات ندهولي، ما قالش اربع ولا خميس، قال تلات ندهولي. ايوه عرفنا دي، واقول تلات على طول. قال تلات بنات ندهولي، ما قالش اربع خمس بنات، قال تلات بنات. يا سيدي يا سيدي، هو انت كنت معاه وهو بيقول؟ ايوه صح. ما احنا مصدقينه، حد كذبه. طلعت اليسا خونت عمرو. مش هو موسوس شويه في الغرفه؟ في حد طلع خونه يعني؟ يعني انت مصدق؟ والله مصدق. ماشي. على البصات صات صات وعجبوني، والبصات ما قالش سجاده ولا حصيره. ما احتياطي، ما هو ده لحن تشكيكي. والله بحبك موت واحب برج الحوت، عشان تفاصيلك انا، عشان تفاصيلك يا ليل. يا الله من على وش القفص. لا انا عجبتني يا ليل وجابها من ده. يابا اني نسيت ايه؟ افتكرت والله، فكرتني بيوم الثلاث اللي كنت بشوف فيه شيماء وهي رايحه. خلاص بقى ما تقرفناش بقى. انا اسف يا جماعه، انا هتجوز شيماء، انا مش عايز حاجه منكم. لا انا لا. خلاص مش هتجوزها. هنسيك. هتنسيني بايه؟ اللي قدامك ده كان زمان شغال في سيرك. سيرك ايه؟ كنت ايوه كنت ساحر. ساحر. أيوة كنت ساحر في سيرك. انت هعمل حركات بس اوعى تخاف. لا اخاف ليه؟ احنا ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي كده؟ ده بيزق عربيه. في ايه؟ الكوبايه دي قدامنا فاضيه ولا مليانه؟ مليانه. هكدب عليك لو قلت لك الكوبايه دي مليانه؟ لا مليانه. ما كدبتش عليك لو قلت لك الكوبايه دي مليانه؟ مليانه. حطيتها فوق دماغك الكوبايه مليانه؟ يا سيدي هو سحر تشكيكي. ايوه مليانه. حطيتها تحت كوعك الكوبايه مليانه؟ مليانه. بامر الله وحول ولا قوه وصلى على النبي، خليها لك فاضيه. على السلامه. هخليها لك فاضيه. ان شاء الله. ايه الصياعه دي؟ ايه السحر في ان انت واكل رنجه وجاي تبلع هنا؟ ايه السحر في كده؟ يعني لو شربت لتر ابقى الجوكر؟ ما انبهرتش؟ انبهر بايه؟ انا خايف بقى من اللي جاي. يا عم جاي اتنيل. ورينا بقى اي حاجه. يقول لك وهحطها تحت كوعي. في ايه يا عم انت ليه؟ ايه ده بقى؟ علشان هو كده؟ ايه ده؟ عايز اكل عيالي لقمه حلال؟ علشان كده هعمل بقي طفايه واخلي العصايه دي تولع نار. ايوه هو ده. اكدب عليك لو قلت لك اخلي العصايه دي تولع نار. يا سيدي ما كدبتش. مش هتكدب. مصدقني عليك. لا ما كدبتش. علشان ما اسرقش. ايوه علشان ما نهبش، علشان ما مدش ايدي لحد ويضربني عليها. ايه اللي هتخلص ولا اضربك انا؟ حاضر حاضر. اللي عشان ما يضربنيش عليها. النار اقوى شيء في الوجود. عارفين النار يا ابن ادم اقوى شيء في الوجود. يا سيدي عارفين، انت هتدرس لنا النار. عارفين
النار لو لمست عيل صغير تحرقه، أيوه. لو لمست راجل كبير عافي تحرقه، اما لو لمست العبد لله برضه تولع فيه. ايه ده؟ وعلى كده انا مش هعمل الحركه دي. اهدى 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 طيب اهدى اهدى. مش حد يلعب بالنار يا مولانا. خلاص امشي يا مولانا. لما ما حدش يلعب بالنار اكدب عليك والنار ليه؟ انت ليه عملت مقدمه ان انت هتفجر نفسك؟ ماشي خلاص يبقى اخر حل الحاجات الروحانيه. ايوه الروحانيه. اعمل حاجه انبهر بيها. ما اكدبش عليك لو قلت لك ايدي فاضيه. ايه يا عم؟ ايه؟ في ايه بالراحه؟ هطلع لك من ايدي يا ماما وايدي فاضيه. ايوه ايوه هو ده الكلام. ايوه بقى. ايه في يا ماما؟ انت هتصطادها ولا ايه؟ يا ماما خالو خالو خالي. خالو يا ماما ابن اختي. ايه يا ماما ابن اختي؟ ايه يا ماما ابن اختك؟ اه هو ده اللي بتندى عليه واطلع من ايدي يا ماما. اشتلع خلاص. ايوه احنا ده جايبه لنا ليه يعني؟ جاي عشان يوريك خاله علمه ايه. اه منك دحر يا عمو خاله. لا سحر ايه مش ناقصين هبل. لا لا اقول لك دحر ولا ايه. ماشي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ما اكدبش عليك لو ما تكذبوش. انتوا ايه مالكم في العيله شاكين في بعض ليه؟ ايوه صح. ما مش هتكذب اعمل سحر على طول. ما اكدبش عليك لو اكدبش عليك. ما اكدبش عليك. شوف يا ماما هيعمل ايه؟ ايه؟ طلع منديل يا ماما هيعمل بيه ايه؟ طلع منديل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ مسح عرقه يا ماما. مسح عرقه. الله الله ايه يا ماما؟ طير يا ماما طير يا ماما. الله خلاص 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 معلش. ايه يا عم ده؟ اسف انا اسف. السحر التلقائي ده بس عجبني والله. مسح عرقه. انت مركزتش. هو المنديل كان طبقه واحده ومسح بيه عرقه مش ثلاثه. خد تعالى. إيه؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا ماما مسح عرقه يعني؟ يعني ايه ده سحر يا استاذ؟ ايه السحر في كده؟ ايه اللي مسح عرقه؟ صح صح. ايه ده يا جدع؟ انا اسف انا مش عايز منك خدمه. معلش خلاص ما تساعدنيش. ماشي طب اعمل ايه؟ هقول لك. انت تروح فاكر لما المره اللي فاتت لما جه العريس مش خليتك عملت بتاع جوابات وجاب لها جواب ان العريس بيقول انا مش جاي مصطاجي. عايزك تعمل نفسك بس تنكر بقى بوستاجي حلو وتخش بقى تجيب لهم جواب ان العريس يقول انا مش جاي. اطفش العريس يعني. وانت لما يجي العريس تبقى تخطفهن وتكره بنت عمي فيه. ماشي ماشي. سيب لي موضوع الشيء. امانه هتساعدوني ولا خيبه يا ماما؟ هطير. يلا بينا. وانت طير انت كمان. انا هطير ماشي. وانا هخش استخبى عشان لو حد جه احنا ما عملناش حاجه. ماشي خلاص ماشي يلا.